إخواني أخواتي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. موضوعنا اليوم سوف يتعلق حول كيف يعني يمكننا أن نجبر الأنثى على التزوج. فمعظم الأسئلة التي يتم طرحها علي وهي أن يعني الأنثى لا ترغب في التزوج بعد إدخال الذكر، بمعنى أن الذكر يكون جاهزا 100% حيث يعني يقوم بتغريد طوال اليوم وأيضا يقوم بحركات من خلالها يعني يدل على أنه يعني يرغب في التزوج. لكن المشكلة التي يواجهها الإخوان والأخوات يعني في تربية الطيور، خاصة يعني طيور الكناري، وهي أن الأنثى ترفض التزوج. سأذكر لكم إخواني أخواتي الأسباب ثم أنتقل بعد ذلك إلى يعني الحلول المناسبة بخصوص هذا الأمر. صراحة من بين الأسباب وهي أن الأنثى غير جاهزة، تكون غير جاهزة، بمعنى أنها تكون يعني أول شيء أنها بكرية، وثاني شيء على أنها يعني لا زالت صغيرة، أي أنها تقريبا يعني عمرها يكون ما بين 6 أشهر أو 5 أشهر و7 أشهر. هذا الأمر صراحة لن ينجح، حيث أن يعني فترة التزوج يمكن أن تنجح عند الأنثى عندما يكون يعني سنها ما بين 8 أشهر وما فوق. هذه المسألة ضرورية جدا. أيضا السبب الثاني هو أن الأنثى يمكن أن تكون مريضة بمرض ما، حيث لا يظهر مرضها، فيعني المربي يقوم بإدخال الذكر على الأنثى، ثم يصادف بأن الأنثى لا ترغب في التزوج فتقوم بالشجار مع الذكر. أيضا من بين الأسباب وهي أن يعني المربي يقوم بإدخال الذكر مباشرة على الأنثى، فيعني إن قمت عزيزي يعني المربي بهذا الأمر، صراحة صدقني أنه لن ينجح الأمر، حتى يمكن أن ينجح لكن تقريبا 1%. فيعني ما علينا فعله إخواني أخواتي، وهو أول شيء أن نتأكد 100% على أن يعني الأنثى تكون جاهزة وأيضا يكون الذكر جاهز. بعدما نتأكد من هذا الأمر، نقوم بوضعهما داخل يعني سلاكة أو داخل يعني القفص المعد للتزوج، ثم نضع يعني حاجز حديدي نقوم من خلاله بما يسمى بمرحلة التشويق، ودائما ما كنت أذكر هذا الأمر. بعدها يعني ننتظر تقريبا 3 أيام، حيث يعني نرى تصرفات الذكر أو الأنثى. إن قامت الأنثى بجمع يعني خيوط التعشيش وبنت العش، قم بإدخال الذكر عليها. إن لم تقم بذلك فيعني انتظر قليلا، حيث أن يعني بعض الإناث يعني لا تجمع خيوط التعشيش إلا بعد يعني إدخال الذكر عليها. لهذا مرحلة التشويق هي ضرورية جدا. وأيضا تفادى يعني أخي أختي المربية يعني تفادوا مسألة يعني أن تكون لديكم يعني 3 ذكور أو ذكرين وأكثر، ثم تقومون بوضع يعني الأنثى بجانبهما، حيث أنها يعني الأنثى عندما يعني تقع في هذا يعني الحال يعني يعني يمكنها أن تختار يعني الذكر المناسب لها، ثم يأتي المربي ويدخل عليها ذكر آخر لا ترغب به. فيعني هذا المشكل يعني يمكن أن يقع بينهما شجار ويمكن أن يموت أحدهما. لهذا أخي المربي قم باختيار الذكر المناسب يعني ضعهما في قفص واحد، وإن شاء الله بحول الله يعني سوف ينجح الأمر. أيضا قم بعزل الأنثى لوحدها وضعها في قفص يعني، وقم بوضع عش لها وضع لها أيضا خيوط التعشيش، ويعني انتظر لمدة ما بين أسبوع ويعني تقريبا 2 أسبوع حتى تتأكد بأن الأنثى ترغب في التزوج ويعني تقوم بجمع الخيوط. وكما ذكرت لكم بأن هناك بعض الإناث لا تقوم بجمع الخيوط إلا بعد يعني إدخال الذكر عليها. فعندما تقوم بعزل الأنثى يعني وتتأكد بأنها جاهزة 100% يعني أي أنها يعني تقريبا عمرها ما بين كما أخبرتكم يعني ما بين 8 أشهر وما فوق، فيعني اختاروا الذكر المناسب كما أخبرتكم وضعوها أو ضعوه بجانبها، حيث تراه تقريبا 2 ساعة في اليوم.
بعد ذلك ضعوا حاجب يعني يحجب ما بين الذكر والأنثى. هذه المسألة صراحة هي مهمة جدا، فيعني عندها الأنثى ستسمع يعني تغريد الذكر، وأيضا سيحفزها على التزوج. من بين يعني الأسباب الأخرى يعني، وهي أن هناك أيضا صراحة يعني سبب آخر يغفل عنه المربين والمربيات، يعني وهو أنهم يعني أو أن الأنثى لا تحس أو لا تشعر بالأمان. هذا المشكل صراحة يقع فيه العديد من المربين. صدقوني إخواني أخواتي، سبق لي وأن تحدثت مع يعني يمكن أن أقول يعني مع يعني شخص تقريبا ربما عمره ما بين يعني 14 و15 سنة، ويحب تربية الطيور. فما قام به وهو أنه كان يرسل لي بعض الأسئلة، وأنا أجيب صراحة يعني على جميع الأسئلة. ف يعني قمت بإرشاده وقلت له ما يجب عليه أن يفعل. لكن المشكلة التي كان يعاني منها يعني هذا المربي الصغير، وهو أنه كان يراقب طيوره طوال اليوم. صدقوني إخواني أخواتي، يعني ساعات طويلة وهو يراقبها وينتظر أن تقوم بالتزاوج فيما بعضها البعض. هذا المشكل صراحة يخلق التشويش يعني للطيور، ويعني هنا نجد أن الأنثى لن ترغب في التزاوج. مسألة الأمان يعني هي مهمة جدا للأنثى، فالأنثى لن تضع عليك البيوض وهي لا تشعر بالأمان، أو أنها لن تقوم ب يعني تأكيل الفراخ يعني إن خرجت وهي لا يعني لا تشعر بالأمان. فمسألة الأمان هي مهمة جدا لدى الطيور. ايضا لا تقوم ب يعني تغيير يعني الاقفاص يعني من مكان الى مكان، هذا خطا فادح يعني يقع فيه يعني ايضا الاخوان المربين. فكما ترون اخواني اخواتي، يعني هذه المسائل هي بسيطه جدا، لكن هي قويه في معناها، حيث ان مثل هذه التصرفات صراحه لن تجعلك يعني ناجح في التزاوج. كما تشاهدون إخواني أخواتي، فأغلب طيوري تقريبا ليست من الصنف يعني النادر أو الجيد جدا. فستتساءلون لماذا؟ لأنني صراحة يعني أرغب في المزيد من يعني الخبرة، حيث أنني تقريبا أضع لكم يعني طيور تقريبا يمكن أن نقول أنها عادية، ولكن هذا يعود لأنني يعني أريد أن أزيد من خبرتي، وبعدها أقوم بإحضار يعني طيور تقريبا إن شاء الله نادرة، وأيضا تكون باهظة الثمن، فعندها ستكون لي خبرة يعني كبيرة في هذا الشأن. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.